نذهب إلى عناوين نشرة الظهيرة. الأسد يؤدي صلاة العيد في حماة، ومدير أوقاف المدينة يرى في ذلك إشارة وبشارة على قرب انتصار سوريا. يلا تصادم حماد حماد عطينا شمال. الجيش السوري يصد هجوما للنصرة في ريف القنيطرة، وإصابة مدنيين بغارة إسرائيلية في المنطقة. القوات العراقية تفتح الجبهة الجنوبية في الموصل القديمة برتلين عسكريين، وتخوض معارك عنيفة مع فلول داعش. أردوغان يرفض سحب قواته من قطر، ويعتبر الدعوات السعودية لإغلاق القاعدة العسكرية التركية قلة احترام لأنقرة. جرحوا 6 أشخاص بينهم أطفال في عملية دهس استهدفت مصلين في بريطانيا. دول عربية وإسلامية عدة تحتفل بأول أيام عيد الفطر السعيد. أهلا بكم. في زيارة تحمل العديد من الدلالات، أدى الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على بلاده صلاة العيد في جامع النوري في وسط مدينة حماة، وذلك بحضور المفتي الشيخ أحمد بدر الدين حسون وحشد من الشخصيات والمؤمنين، وأما الصلاة الشيخ نجم الدين العلي مدير أوقاف حماة، الذي رأى أن مشاركة الأسد في صلاة العيد في هذه المدينة هو إشارة وبشارة بأن السوريين على بعد خطوات من الانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان أهم أهداف الحرب على سوريا تمزيق روابط المجتمع من خلال ضرب ثقة السوري بنفسه وبمحيطه الاجتماعي، ولكن المحنة ولدت منحة، فإذا بالأزمة تشد أواصر السوريين، تنقلهم كما قلت يا سيادة الرئيس من حالة التعايش إلى حالة التجانس. نشلتنا يد الإيمان بالله والوطن من مستنقعات التظالم التي أرادوا أن نغرق فيها، إلى رياض التآلف والتراحم التي نستحق أن نحيا فيها. ونذهب الآن إلى مدينة حماة مع مدير أوقاف حماة الشيخ دكتور نجم الدين العلي. أهلا بك فضيلة الشيخ. طبعا لهذه الزيارة دلالات، ليست فقط دلالات دينية إنما أيضا سياسية هامة وأمنية. يعني أنتم كيف ترون هذه الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الأسد واحتفاله بعيد الفطر في مدينة حماة في الجامع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله طاعتكم بمناسبة عيد الفطر، هذا العيد المبارك الذي يحل على الأمة الإسلامية. نسأل الله أن يحل عليهم خيرا، ولا سيما سوريا التي عانت من هذه الأزمة، من الحرب الظالمة الآثمة على سوريا، على شعبها، على هذا المجتمع والشعب الصابر الذي عانى الكثير خلال هذه الأزمة. الحقيقة يعني انطلقنا في هذا اللقاء المبارك الميمون من دروس رمضان. رمضان يزيد في الإيمان، وزيادة الإيمان تعزز مقاومة الإنسان ومناعته لظروف الأزمة التي لحقت به. وبالتالي فعيد الفطر، حلول عيد الفطر، القيام بهذه الشعيرة، مشاركة السيد الرئيس بشار الأسد حفظه الله لنا في حماة، لها دلالات كبيرة. أهم هذه الدلالات تعني أن الأزمة أصبحت وراء ظهورنا، وأن الأمن والأمان في طريقه إلى الاستقرار في البلد، وإن شاء الله سوريا ستنطلق إلى الانتصار. ونحن نميز بين النصر والانتصار، لأن النصر هو ذو بعد واحد، اتجاه واحد، قد يكون في معركة ميدان، ولكننا نتحدث عن انتصار كامل الشعب السوري على هذه الفتنة، على هذه المرحلة الصعبة، وعودة الاستقرار والأمان. ووجود السيد الرئيس يعطي هذه المعاني وهذه الطمأنينة
في نفوس المواطنين، ولا سيما أنه جاء بعد مشروعه في الإصلاح الإداري الذي قدمه للحكومة. هذا يعني أن البلد مهيئة نفسيا وإداريا وسياسيا لأن تدخل في مرحلة الخروج من الأزمة وإعلان الانتصار الكبير وإعادة بناء الوطن، ولا سيما أن مواطننا قدم الكثير وصبر ويعني عاش هذه الحالة من التماسك، لأن الفتنة والمؤامرة أرادت تنسيق الشعب السوري. فضيلة الشيخ نقلتنا. نعم نعلم لما لحماة من أهمية تاريخية ودلالة يعني تاريخية. أهل حماة كيف ينظرون إلى هذه الزيارة للرئيس بشار الأسد؟ يعني كيف استقبلوا هذه الزيارة؟ لا شك أن زيارة السيد الرئيس لحماة لها دلالات كبيرة ووقعها وأثرها في النفوس. كما رأيتم يعني كانت الصلاة في وسط حماة في الجامع النوري بمشاركة كل الفعاليات الأهلية والدينية والرسمية، ولقى ذلك قبولا ومحبة وإحساسا بأن المؤامرة سقطت وأن الأزمة أصبحت كأمثل دابر، وإن شاء الله لا عودة إلى 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 الفوضى، لا عودة إلى الحرب، لا عودة إلى لا استقرار. الاستقرار مطلب جميع المواطنين، ولا سيما أن زيارة الرئيس الدكتور بشار الأسد أعطت أملا وبشارة لكثير من أهلنا، لا سيما الوافدين إلى حماة بعودة قريبة إلى ديارهم، لأن الاستقرار سيؤدي إلى كل هذه المعاني: عودة الأمان، عودة حركة الإنتاج، عودة الفلاح إلى أرضه والعامل إلى معمله، فضيلة الشيخ إلى متجره. كل هذه المعاني ستحضر وتكون حاضرة بزيارة السيد الرئيس. ربما من أكثر ما أفرزته هذه الحرب في سوريا هو التباعد بين الطوائف والتناحر. إلى أي مدى هذه الزيارة وغيرها أيضا من المبادرات التي ذكرتها، المبادرات التصالحية ومحاربة الفساد وإلى ما هنالك، ستعيد تقريب الناس من مختلف الطوائف من بعضهم البعض في هذا العيد المبارك؟ نحن نقول إنه الانتصار هو اشتغال جماعي. البلد انتصرت بشرفاء من كل الطوائف، بل من كل الأطياف، هذا التعبير الذي نحب أن نستعمله في المؤسسة الدينية، من كل أطياف المجتمع السوري. فالأسرة الحموية واحدة ونموذج من هذه النماذج اشتغل عليها جميع الشرفاء والعقلاء والعلماء في وأد الفتنة في مهدها. وزي ما قلنا، حماة وأدت الفتنة في مهدها، لم تسمح لها أن تكبر حتى تدمر وتخرب البلد وتؤدي إلى نزوح وتهجير. بفضل الله أهلنا في حماة آمنون مستقرون في بيوت عامرة، البنية التحتية، المؤسسات، كل ذلك. هذا إنجاز كبير، الخروج من هذه العاصفة، من هذه المؤامرة الكبيرة، بنظرنا إنجاز كبير تطلب جهدا كبيرا. وكانت مبادرة التواصل الاجتماعي الوطني التي أطلقتها مديرية أوقاف حماة الحقيقة في الأعوام الأولى للأزمة، هي محاولة تأكيد أننا كأسرة حموية واحدة ضمن الأسرة السورية لن نسمح للفتنة أن تمر، لن نسمح للفتنة أن تمزقنا أجداد. ما كان يحصل هو ضخ إعلامي، طبول إعلامية تريد منا أن نتعاطى معها على أنها واقع وحقيقة. ما فعلناه من خلال مبادرات التواصل الاجتماعي الوطني أننا أخذنا بيد بعضنا، وكانت الكلمة الواحدة والمشهد الواحد يسقط كل هذه المعاني، ومن ثم كل طبول الفتنة، كل طبول العمل على إثارة الطائفية وهذه النزعات المريضة التي لا تموت إلا الإسلام بالصلاه، سقطت بتماسك شعبنا برعايته لطيب المعشر، العلاقات الأخوية الأسروية التي كنا نعيشها وحافظنا عليها. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور نجم الدين العلي، مدير أوقاف حماة، كنت معنا من مدينة حماة، شكرا جزيلا لك. ونبقى أيضا في سوريا، حيث صد الجيش السوري هجوما عنيفا لجبهات النصرة وجماعات مسلحة معها على أطراف مدينة البعث في ريف القنيطرة. وفيما كان الجيش السوري يصد الهجوم، شنت طائرات إسرائيلية غارة على مواقع للجيش السوري. وقد أكدت مصادر الإعلام الحربي أن النصرة تلقت خلال هجومها دعما مباشرا من مروحية إسرائيلية عبر تنفيذ رميات أدت إلى إصابة 25 مدنيا.
صد الجيش السوري هجوما لجبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها على مدينة البعث في ريف القنيطرة، موقعا العشرات من القتلى والجرحى في صفوفهم. الهجوم الذي سعى إلى تخفيف الضغط عن المسلحين داخل مدينة درعا عبر اختراق مواقع ونقاط الجيش السوري عند أطراف المدينة، ساندته ودعمته طائرات الجيش الإسرائيلي عبر تنفيذ رمايات استهدفت مبنى المحافظة، ما أدى إلى إصابة العشرات من المدنيين بحسب مصادر الإعلام الحربي. الناطق باسم الجيش الإسرائيلي فخيا درعي أقر بأن الطائرات الإسرائيلية أصابت أهدافا عدة للجيش السوري في ريف القنيطرة، وقال إن التدخل جاء ردا على سقوط قذائف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي ذلك فيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب سترد بكل قوة على أي إطلاق نار يستهدف أراضيها. القوات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية سورية، وكان الرد حازما على إطلاق قذائف على أراضينا. نحن لن نتسامح مع أي تجاوز من هذا النوع، لا مع الصواريخ ولا القذائف ولا امتداد النار إلى حدودنا من أي جبهة. سنرد بقوة على أي هجوم على أراضينا. بدوره حمل وزير الأمن الإسرائيلي فيكتور ليبرمان الحكومة السورية المسؤولية، محذرا من أن تل أبيب لن تمر مرور الكرام على أي من الخروقات. سنواصل اتباع سياستنا الواضحة، سنرد على أي هجوم على الأراضي الإسرائيلية بغض النظر عما إذا كان ذلك عمدا أم لا. إن نظام الأسد مسؤول عما جرى ويجري، هكذا كان ردنا وهكذا سيكون دائما. أظن أنهم يجب أن يتعلموا الدرس في دمشق. مصادر الإعلام الحربية أكدت أن جبهة النصرة نقلت عددا من جرحاها إلى المستشفيات الإسرائيلية، وفي محاولة منها لرفع معنويات المسلحين نشرت النصرة أخبارا عن سيطرتها على مبان في مدينة البعث، سيطرة نفاها ضباط في الجيش السوري. أكدوا أن النصرة ومن معها لم يتقدموا شبرا واحدا، وأضافوا أن عناصر الجبهة استغلوا ضربات الجيش الإسرائيلي على مواقع للجيش السوري لفتح ثغرة، ولكن إنهم أعيدوا من حيث أتوا. إلى ذلك لقي 9 أشخاص مصرعهم وجرح أكثر من 20 بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الدانا في ريف إدلب الشمالي. فقد انفجرت سيارة قبل موعد الإفطار ب10 دقائق قرب مطعم في سوق الخضار في المدينة، حيث كان يجتمع حول موعد الإفطار عدد كبير من المواطنين. من جهة أخرى، أصدر مجلس الرقة المدني قرارا بالعفو عن 83 مسلحا من تنظيم داعش في بادرة حسن نية بهدف دعم الاستقرار في المدينة بحسب ما جاء في بيان المجلس. القيادية في مجلس الرقة المدني ليلى مصطفى قالت إنه جرى الإفراج عن المسلحين لأن أيديهم لم تلطخ بالدماء ولأنهم لم يتقلدوا أي مواقع قيادية في التنظيم. من جهته أكد العضو في المجلس عمر علوش أنه لا يعفو أبدا عن مسؤولين كبار في داعش. منذ بدء حمل التحرير الرقة وحتى الآن قد تم اعتقال عدد لا بأس به من أبناء وأهالي الرقم من تورطوا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، ومنهم أيضا من سلم نفسه للجهات الأمنية المعنية، واحتراما لمبادئنا وما صدرناه في مجلس في البيان التأسيسي لمجلس الرقة المدني بأننا سنتبع سياسة الصفح والعفو عند المقدرة تجاه أهالينا وأبنائنا في الرقة خصوصا وعموم سوريا. منذ شهرات ست أشهر يعني ممارسات قوية ضد الأهالي وكذا، واللي ما يخلهم فرصة عمل للخروج برات النطاق اللي هم فيه. مرحلة ضغط نفسيا وضغط عالميا، وصاروا يبهدلون الواحد قدام زوجته قدام عيلته قدام كذا، حتى لو كان ما معه مصاري او ما معه شيء، فاضطريت يعني اذهب اليهم. وانا تبت الان الحمد لله ورجعت الى حضن الوطن، وان شاء الله اكون مخلص للوطن. غدار داعش خدعت وضحك علي بها، صارت فيها خيانة وصار فيها خدعة وبوق ونهاب، يعني كشفنا داعش على حقيقتها. يعني داعش ما خلت لنا سلطة في الدنيا كلها،
رحم اطفال ورحم شباب ما شان بالما توقينا انهم يروحون. والحمد لله ان طلعنا بارواحنا وجينا على الغواه سوريا الديمقراطيه، وان شاء الله كل واحد بداعش انصح ويجي لجاي ويسلم نفسه وان شاء الله عليه الامان. وللمزيد حول هذه التطورات تنضم إلينا من دمشق مديرة مكتب الميادين في العاصمة السورية ديما نصيف. ديما، نتحدث بداية عن الاستهداف أو الهجوم الذي شنته النصرة على مدينة البعث، طبعا هذا حصل بالأمس. كيف تبدو هذه المنطقة اليوم، خصوصا أيضا المنطقة الجنوبية بعد الاستهداف للطائرات الإسرائيلية أيضا؟ يعني بعد أن صد الهجوم الجيش السوري، لم تعاود النصرة والفصائل المتحالفة معها في هذا الهجوم من يعني معاودة هجومها مجددا على مواقع الجيش السوري في مدينة البعث أو على أطراف مدينة البعث. يوم أمس كان ربما المخطط أن تستفيد هذه الفصائل من القصف الإسرائيلي الذي جاء ردا على ما قالت إسرائيل بأنه سقوط لعشرة قذائف هاون على الأراضي يعني على أراضي جولان المحتل ودون أن تحقق أي إصابة. لكن مع ذلك كان الرد الإسرائيلي بهذه الطريقة، وإن كانت إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع لكي يعني أولا أن تدعم المجموعات المسلحة التي تقاتل على الشريط الفاصل بين جولانين المحتل والمحرر، أو حتى في اختراقها للأجواء السورية وضرب مواقع للجيش السوري أو حتى المقاومة طيلة فترة الحرب على سوريا. لكن هذه المرة لم تتمكن الفصائل ربما كما كان الإعاز الإسرائيلي بأن تتقدم وأن تقدم هي هذا الدعم الجوي، وبالتالي القصف الذي يعني قامت به إسرائيل على مبنى ما يسمى بمبنى المحافظة هو يقع في مقدمة المدينة، ويفترض كان ربما للنصرة أن تخترق المدينة بعد أن يعني توجه هذه الضربة إسرائيل. الجيش السوري طبعا يعني صد الهجوم، لم تعاود النصرة مجددا لهجومها، وأيضا هذا يذكرنا بهجوم مماثل مع نفس الفصائل التي تتحالف مع النصرة وهي أحرار الشام وأكناف المقدس التي هاجمت في أيلول الماضي بنفس الطريقة وبنفس السيناريو من أجل اختراق مدينة البعث دون أيضا أن تتمكن من إحداث أي جديد أو أي خرق. وطبعا هذه الفصائل هي نفسها التي تقاتل الجيش السوري في مدينة درعا وخاصة في حي المنشية. هذا يفسر بأنه ربما كان هناك محاولة لتخفيف الضغط عن العملية العسكرية التي تجري في درعا من أجل يعني تشتيت انتباه الجيش أو إشغاله في جبهة مجددا في مكان يعني يقع إلى الشرق من درعا وهو في ريف القنيطرة أو في أطراف مدينة البعث بطبيعة الأحوال. طيب، من الجنوب ننتجه شمالا إلى الرقة. قرار مجلس الرقة المدني بالعفو عن 83 مسلحا، ماذا في تفاصيله ديما؟ ماذا في خلفيته ربما هذا الأهم؟ يعني بداية أن يضع أو تضع القوات الكردية في واجهة هذا الأمر أن يكون ما يسمى بمجلس الرقة المدني، هو يعني ربما يلفت النظر بأن الكرد لا يريدون أن ينسبوا لهم ربما هذا الأمر، ووضعوا الأمر وكأنه مجلس الرقة المدني هو السلطة الحاكمة في مدينة الرقة على اعتبار أنه يهيأ للإمساك بالمدينة على غرار مجالس أخرى أوجدها الكرد من أجل الإمساك في المناطق التي يسيطرون عليها. لكن اللافت بأنه كيف يتم الإعفاء عن عناصر لداعش، وكيف تبين لهذه القوات بأن أيديهم لم تتلطخ بالدماء أو أن يكون مقياسا أنهم لم يتقلدوا مناصب قيادية. بكل الأحوال ربما يكون يعني هذا الأمر فاتحة أو ربما مقدمة كي نرى تسويات أخرى بين الكرد وبين داعش، وربما هذا أيضا قد يكون مقدمة لاستمالة أهالي الرقة كي يقاتلوا مع الكرد بعد أن كان هناك كما نعلم يعني حساسية كبيرة من تقدم الكرد باتجاه الرقة على اعتبار أن الرقة هي مدينة ذات أغلبية عربية. كلها مؤشرات قد يعني تفسر هذا السلوك بالنسبة للقوات الكردية، لكن بطبيعة الأحوال في تفاصيل الخبر ليس هناك أبعد مما ذكر بأنه تم العفو عن 83 عنصرا من داعش وبأنهم قد تعرضوا
لمحاكمة أو شيء من هذا القبيل، وتم أخذهم إلى منطقة عين عيسى كي يعني تسوى أوضاعهم، يعني كما يكون عادة ضمن الدول وضمن السلطات الحاكمة في الدول. شكرا ديما نصيف، مديرة مكتب الميادين في دمشق، كنت معنا من العاصمة السورية. إلى العراق الآن، حيث تتواصل المعارك العنيفة بين القوات العراقية وفلول داعش في الموصل القديمة. مراسلنا أفاد بأن القوات العراقية فتحت الجبهة الجنوبية في الموصل القديمة برتلين عسكريين، وأوضح أن القوات العراقية تسعى إلى الاندفاع باتجاه شارع الفاروق في المدينة القديمة، حيث سيتيح وصولها إليه تأمين الجزء الشمالي من الموصل القديمة بالكامل. جيد. والآن الزميلان عبد الله بدران وسلمى الحاج مراسلي الميادين ينقلان لنا مباشرة من الموصل القديمة على مقربة من هذه المعارك الصورة هناك. إذا سلمى وعبد الله، الهواء لكما لكي تطلعنا على ماذا يجري الآن، خصوصا أن الكاميرا تصور يعني زاوية أخرى لم نراها هذا اليوم من هذه المعارك، تلتقطان شيئا جديدا. أهو. نعم مالانا، بالفعل هي اشتباكات لم تهدأ، وحرب قناصين تعنف وتشتد بحجم الاشتباكات التي تخوضها قوات المغاوير والشرطة الاتحادية في المدينة القديمة. كذلك هو دور القناصين وكذلك المواكبة من قبل الطيران الحربي العراقي. الهدف هو الوصول لشارع الفاروق. أبرز المشاهدات خلال هذا اليوم في عملية استعادة الموصل القديمة. سلمى. نعم عبد الله، قبل أن نذهب إلى الموصل القديمة، اسمح لي أن أجاوب أرد على طرح وسؤال الزميلة لنا بأن هذه الزاوية التي نتخذها الآن أو تشاهدينها لنا في الكادر هي لأنه تم تغيير الزاوية، وبمعنى أكثر وضوح انتقلنا إلى جهة أخرى بطلب من القوات الأمنية أكثر بعد ما أمناً. تم استهداف نعم هذا المبنى لأكثر من نعم، لأنه القناص لدى داعش يرصد أين هي الكاميرا باعتبار الزملاء هنا نتخفى، يعني كلنا نعم. نحاول أن نتخفى وراء الحائط الموجود هنا، حين يشاهدون عدسة الكاميرا فورا يعني يمكن القول أن يتركوا الميدان ويصوبون باتجاه قناة الميادين بكل وضوح. ما أعود إلى سؤال الزميل عبد الله بدران بأنه الموصل القديمة تشتد المعارك فيها، هي الربع ساعة الأخيرة بالمعنى العسكري، لم نعد يمكن الحديث عن دفاعات داعش ولا عن مفارز داعش ولا عن خلايا لداعش، نتحدث عن فلول داعش، نتحدث عن شخص أو اثنين أو على الأكثر ثلاثة يتجمعون، هذا هو القنص الثقيل من قبل قوات الشرطة الاتحادية يتم اطلاقه باتجاه هذه المجموعات الصغيرة، هذه الخلايا، وبالتالي عفوا على المقاطعة ولكن يعني طلب أيضا من جديد، إذا استطعتم، إذا كان هناك الوضع يعني يسمح بأن نراكم أنت والزميل عبد الله، يكون أمر جيد بالنسبة لنا للإطمئنان طبعا عليكما يعني وعلى الزملاء أيضا في نعم. الفريق الذي تتابعون هذه المعارك. في كل الأحوال يعني كنت تشرحين لنا سلمى عن الوضع العسكري. نعم. تفضل. الوضع العسكري كما سبق وذكرنا بأن داعش بات محاصرا بالكامل في الموصل القديمة، الاشتباكات تشتد في شارع الفاروق، والهدف من ذلك الوصول إلى آخر نقطة في الموصل القديمة في هذه الأحياء التي يتحصن فيها داعش، مئات المقاتلين من داعش وجلهم من الأجانب الذين يستمتون في الدفاع عن آخر معقل لهم، وبالتالي هذه المعارك عمادها القنص، داعش يتمكن من
إطلاق القنص الثقيل يرصد من خلال النوافذ من خلال الأزقة ويتحصن من مبنى إلى آخر. العائلات في الموصل القديمة هي دروع بشرية، وبالمناسبة لنا وكما ذكرت في رسالة سابقة كنا في جولة لدى النازحين من أهالي الموصل ومن الجوار. الوضع مزري جدا لدى هؤلاء، وحتى وإن كان واضح بأنه اشتباكات القنص تشتد الآن. أين هي بالضبط عبد الله هذه الاشتباكات؟ هي من محور المغاوير في الجزء الغربي للمدينة القديمة، وتحديدا القوات تندفع للوصول وتحقيق تماس مع جهاز مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة الأولى عند منطقة الساعة القديمة وكنيسة الساعة. الملاحظ اليوم من الجهة الشمالية الالتقاء مع من الجهة الغربية باتجاه قلب مدينة الموصل وسط المدينة. من الجهة الشمالية هناك اندفاع العمليات الخاصة الثانية، وطبعا الملاحظ اليوم أن عمليات القنص والقنص المتبادل يعني ارتفعت بكثافة استخدام ضمن المحاور، على اعتبار أن قناصي داعش نعم تحتد الآن الاشتباكات في هذه الأثناء وتعنف القوات ما بين هدف تجاوز الساعة القديمة بعد السيطرة عليها منطقة الساعة القديمة، ومن بين الوصول لشارع الفاروق بخط نار من قبل قوات الشرطة الاتحادية، ومن بين تحقيق التماس بين العمليات الخاصة الأولى والثانية. تعنف الآن الاشتباكات، لكن كما هو واضح طلب يعني أن يكون رصد من مكان آخر بحكم الاستهداف الذي تكرر حتى ضمن الموقع وضمن المكان الذي تفهمه الكاميرا المياه. لم يعد بإمكاننا أن نتخذ أي صورة للميدان حاليا. بالفعل لأنه الوضع ربما الصوت واضح يعني سلمى، لست أدري إن كان الصوت واضحا كما نرصده نحن وكما نرصد الإسناد الصاروخي وهو يتكرر، أو الاشتباكات التي تخوض القوات العراقية في هذه الأثناء. نعم واضح أن المعارك عنيفة جدا، حتى يعني المشاهدين بإمكانهم ونحن نستمع بشكل واضح لهذه الأصوات، ولكن يعني تقولان دائما بأن هذه الشوارع هي ضيقة فيها كثافة أيضا سكانية. سلمى، بما أنك رأيت النازحين والناس واطلعت على الوضع الإنساني أيضا، إذا يمكن لك أن تشرح لنا أكثر عن حال الناس الذين خرجوا والناس الذين بقيوا، إذا كان لديكم من معلومات يعني عن أعداد ربما بقيت في هذه الأحياء، عن وضع عام تحت هذه المعارك. هم يعني يتعرضون ل يعني يعيشون هذه المعارك بكل تفاصيلها. نعم، لدى الجولة الصباحية التي كانت والزميل سليم نصر الدين ووميد نجم ذهبنا إلى المخيمات، هو في الحقيقة ذهبنا لاستطلاع العيد، هذا أول أيام عيد الفطر السعيد لنشاهد الأطفال لنشاهد النساء. هل فعلا هناك عيد في الموصل؟ يعني هذا السؤال الأساسي. الأولاد مع كل براءتهم مع كل فرحتهم بهذا العيد تزينوا بلباس العيد بحلي العيد بوشم العيد، لكن السلاح لدى هؤلاء أو اللعبة لدى الصبية هي المسدس، أيديهم على الزناد والشارات، هذه الأصابع الطرية ترفع شارة النصر، وبالتالي يمتزج مكان أو ما عصارة هذه السنوات الأربع أو السنوات الخمس التي مرت على هؤلاء من صور يستذكرون فيها، وكأنه هو بالقوة يريد لهذا الماضي أن يقتحم براءة وذاكرة هؤلاء، لكن الأمل باقي لهذه الأطفال في بسماتهم في وضعهم. يقولون بأنه العيد يعني فيه، هناك جملة جميلة جدا قالها أحد الأطفال لنا، هذه السنة العيد أطيب، هكذا عبر عن عيد الفطر في الموصل. جملة جدا معبرة وتختصر يمكن القول تشرد طفولة هؤلاء. أما للكبار هناك قصص أخرى، هناك حياة أخرى. المخيمات هي المصنوعة ومعروف بطبيعة الخيم المصنوعة من المواد البلاستيكية التي يتضاعف فيها الحار، حار الصيف، حار الموصل حارة جدا عدا عن الجبهات الساخنة، فيها درجة الحرارة تصل إلى 48 و 50 درجة مئوية اليوم. لذلك هناك وضع مأساوي مع كل التأمينات والتسهيلات. تسمعين دائما كلمة شكر للرب على كل شيء هم فيه، المهم انتشلوا، تم انتشالهم من قبل القوات الأمنية العراقية من داعش وظلم داعش.
لكن الوضع مأساوي، كل شيء هو مقنن، سواء من التقديمات الصحية والطبية والخدماتية والغذائية كله مقنن، حتى المياه الأطفال يلعبون يحاولون استراق بعض إن صح التعبير سرقة المياه من أجل اللعب ومن أجل يعني اللعب بالمياه لأنه درجة الحرارة إلى هذه الحد. وبالمناسبة أهالي الموصل هنا حين يقولون لنا هذه درجة طبيعية، الآن نتحدث عن 50 درجة مئوية هي حرارة عادية جدا، فما بالك مع اشتداد الحر. وبالتالي الاشتباكات الآن تعنف وتشتد، اشتباك القنص المتبادل من قبل القوات الأمنية الشرطة الاتحادية وفرق الرد السريع، هذا القنص الثقيل باتجاه فلول داعش. أما للموصل وبالتالي سنكون لنا مع تقرير عن أطفال العيد أطفال الموصل، أما بخصوص أهالي الموصل الذين يتخذهم داعش كدروع بشرية داخل المدينة، عبد الله داخل المدينة كم عدد الأهالي؟ يعني واضح جدا أن عدد سلمى انخفض إلى أقل من 90,000، يعني منذ أن انطلقت العملية كان العدد ما بين 100 و150,000، هكذا تتراوح على اعتبار أن هناك صعوبة في التحصل فعلا على أعداد المدنيين الذين يحاصرهم داعش الذين يتخذهم لنا دروع بشرية، هو عمد لحشرهم في دور العبادة في المساجد وفي الكنائس، كذلك في منطقة الميدان استغل طبيعة المنطقة العمرانية ودفع بالعائلات، هو عمد حتى يعني تفاصيل بسيطة الهدف منها منع حركة المدنيين، منها وضع الحديد الخفيف أمام بيوت العائلات في حي الميدان، السبب هو لإصداره صوتا بمجرد الحركة عليه، وضع الأفرشة ما بين أسطح المنازل لكي يتمكن مصلح تنظيم الحركة، أصدر أوامر بالمنع يعني هناك حظر تجوال دائم، بذات الوقت ممنوع للسيارات أن تكون داخل البيوت في المناطق التي فيها أزقة يمكن أن تكون فيها سيارات للعائلات والمدنيين، بحجة أن السيارات يمكن أن توفر شاحنا للهواتف الخليوية لأهالي مدينة الموصل. وبالتالي طبعا كانت هناك عقدة في هذه الأثناء، طبعا تشتد الاشتباكات ما بين القوات العراقية، يعني يمكن يعني هناك طلب أمني بمنع التصوير لأسباب أمنية وأمن الفريق، فريق الميادين الآن يواكب هذه العمليات من الخط الأمامي المتقدم للقوات العراقية المندفعة لاستعادة آخر مناطق تحتلها فلول في الموصل القديمة. بالتالي هذه الاشتباكات تعنف، الجبهات طبعا تتعدد، نسمع الرصد والإسناد الصاروخي والجو طبعا بالفعل الإسناد الجوي من قبل الطيران الحربي وكذلك الإسناد الصاروخي الذي هو الآن. عبد الله بخصوص الطائرات، هل لدى التنظيم طائرات تصور، طائرات ترصد مسيرة لهذا التنظيم يستعملوها الآن في هذه المعركة في الربع ساعة الأخيرة؟ موجودة، لكنها طبعا هو انخفض استخدام هذه الطائرات، سواء المسيرة التي تصور محاور العمليات أو المسيرة التي تلقي المتفجرات، بحكم يعني صغر مساحة المنطقة التي يحتلها التنظيم، كذلك يعني عدم فاعليتها بشكل أساس بالنسبة لداعش، والآن منشغل بما يتقدم باتجاهه، خصوصا الحديث عن 4 أرتال العسكرية هي عبارة عن 3 جبهات مع خطوط تماس مع عمليات عزل ما بين مناطق الميدان وعدة مناطق في مدينة الموصل. طيب عبد الله، بما أنك تتحدث عن هذا الموضوع، طبعا الاشتباكات عنيفة جدا ونحن نستطيع أن نرصدها من خلال الشاشة، فما بالكم أنتم يعني موجودون في قلب هذه المعارك، ولكن ماذا بحسب التقديرات العسكرية تبقى لداعش من معدات عسكرية لاستخدامها، يعني من عتاد، من أدوات عسكرية يمكن استخدامها في هذه المعركة في ظل الحصار المطبق عليه؟ لانا هو حصار مطبق فعلا على التنظيم وفلول داعش في الموصل القديمة، لكن لديه السلاح الذي يواجه به، لديه سلاح للإعاقة، لديه الصواريخ الحرارية وكذلك خصوصا ذخيرة الرشاش المتوسط والخفيف، وهو يتجهز لعمليات انتحارية، هذا هو الواضح، وهذا ما تتجهز له وتتحضر وتهيئ القوات الأمنية العراقية، تدرك أن التنظيم سيحاول أن ينتقم عبر عناصر التنظيم الذين
قطعت بهم السبل. طبعا في هذه الأثناء رصاص القنص، ونسمع رصاص القنص وهو يتحرك من فوق هذا المبنى الذي يندفع منه مقاتلو أفواج القناصين في القوات العراقية، ويديرون مواجهة صعبة ضد مسلحي داعش ولا تهدأ ولا تتوقف. بالنسبة للتنظيم، لديه صواريخ حرارية، لديه ذخيرة سلاح متوسط وخفيف، يعتمد بشكل أساس هو على السيارات المفخخة، لكن انخفض استخدامها. استخدم في اليوم الأول 12 سيارة نفذ بها هجوم باتجاه المحور الجنوبي للموصل، علما أن الهجوم كان من المحور الغربي بشكل أساس. في هذه الأثناء طبعا داعش استخدم أسلوب الهجمات بقذائف المورتر، الآن ينتقل لأساليب القنص والصواريخ الحرارية. بعد فترة تصبح بعض الأسلحة غير نافعة في المواجهة عمليا، يعني لا تنفع التنظيم أن يحرك طائرات مسيرة تلقي المتفجرات باتجاه القطاعات العسكرية العراقية، لأن المساحة صغيرة جدا، نتحدث عن أقل من كيلومترين يتحصن بهما داعش، يحاول أن يحولهما لأربعة كيلومترات بحكم وجود سراديب وأنفاق، وبالتالي التنظيم عمليا بعض الأسلحة لا تجدي نفعا. لذلك القوات العراقية لنا قررت أن الاندفاع باتجاه المدينة القديمة واستعادتها يجب أن يكون من خط نار واحد لضمان عدم وقوع النيران بين الأرتال العسكرية العراقية المندفعة لتحرير المدينة. طب عبد الله، بالحديث عن مسألة القنص ونحن نلاحظ أنها تعنف كثيرا، نستطيع أن نستمع إلى صوت الرصاص. داعش استخدم القنص والقناصين بشكل كبير منذ بداية هذه المعارك في الموصل تحديدا وفي الآونة الأخيرة، والآن يستخدمها أيضا. لو تشرح لنا أكثر عن هذا الاستخدام للقناصين، معركة القنص بشكل عام، إلى أي مدى اعتمد عليها داعش في هذه الحرب؟ نعم لانا، بالفعل هو اعتمد عليها بشكل كبير واساس، خصوصا القناصات الثقيله، القناصات المحوره الثقيله، بعض المضادات الجويه هو عمد لاستخدامها. بامكان داعش ان يخبئ هذه الاسلحه ويستخدمها للاستهداف عن بعد، لكن القناصه الاكثر فاعليه التي اعتمد عليها التنظيم وكانت موجوده في الميدان ورصدت طبعا ليس فقط في الموصل وانما خارجها، قناصه شتاير بمداها البعيد بحجم الاطلاق الكبير الخارق للدرع مع ذخيره من ماده الستيل التي لا تتوقف قبل أن إذا انقطع الاتصال مع الموصل. في كل الأحوال ربما قد نعود إلى الزملاء عبد الله بدران وسلمى الحاج. عبد الله تسمعني؟ ربما تبقى لدينا صوت عبد الله. عبد الله؟ طبعا الوضع كما كنتم تشاهدون يعني مشاهدي الميادين أن المعارك عنيفة جدا، لا نعلم في أي لحظة ينقطع اتصال أو صورة، هذا أمر طبيعي في ظل هذه المعارك التي تجري في أمطار ضيقة جدا في داخل مدينة الموصل القديمة. الزملاء إذن عبد الله بدران وسلمى الحاج ينقلان لنا هذه الصورة طبعا مع فريق تقني كبير. عبد الله، كنت تشرح عن معركة القنص وعن الأساليب التي استخدمها داعش في هذه المعركة، وربما أسألك أيضا عن مسألة أخرى، كنت تتحدث عن توقع القوات العراقية بأن يكون هناك انتحاريين أو انتقال إلى مرحلة الانتحاريين، ونحن نعلم أن العناصر الأجنبية في التنظيم هم تقريبا يعني انتحاريون، يعني معظمهم يملك أو هو مصنف ضمن هذه الفئة في التنظيم، إلى أي مدى فعلا هذه العناصر سيكون هذا ملاذها الأخير أن يعني تفجر نفسها في القوات العراقية؟ ضربة جوية. نعم بالفعل، في هذه الأثناء طبعا تم تنفيذ ضربة جوية من قبل الطيران الحربي العراقي، كذلك يستمر مقاتلو أفواج القناصين في الشرطة الاتحادية في هذا المحور باستهداف حركة مسلحي التنظيم. لكن لنا داعش اعتمد بشكل أساس على سلاح القنص وعلى أساليب أكثر إعاقة أمام القوات. كانت الصورة الآن واضحة. ربيع، طبعا نحن نفهم أن هناك خطورة كبيرة في أن تخرج الكاميرا أو حتى زميلنا المصور خارج هذا السور الآن، هذا الحائط الذي يعني يختبئ خلفه الفريق، فريق العمل، خصوصا أنه كما قال الزملاء قبل قليل أن القوات العراقية طلبت من فريق العمل أن
يعني يكون في منطقة أكثر أمنا، لأن يبدو أن المعارك تعنف بشكل كبير، ورصاص القنص الذي يستخدمه داعش هو أيضا خطير ويعنف في هذه الدقائق الأخيرة. لا أدري يعني إذا كان ممكنا أن نشاهد صورة المعارك سلمى، لا أدري يعني هذا طبعا أنتم تقدرونه بحسب ظروف المعركة التي تتواجدون فيها. لنا نحاول أن نأخذ الصورة، هي عبارة عن ضربة جوية تم استهدافها من قبل القوات الأمنية العراقية، استهداف مكان لداعش وهو بالمناسبة قريب جدا من هنا حيث كنا نقترب. واضح بأنه الصوت الذي سمعته قبل قليل هو هذه الضربة الجوية قريبة. الاشتباكات تعنف نعم في حي الفاروق وفي الموصل القديمة بهدف الوصول إلى آخر معقل لهذه الجماعات، لهذه الفلول. لا يمكن لنا الحديث بعد الآن عن جماعات، إنما هي فلول نسبة إلى أعدادها الضئيلة والاستراتيجية والتكتيك الذي يتبعه داعش. مع كل مرة يضيق الخناق عليه بدأنا نتحدث عن فلول لداعش، عن مجموعة تتألف من شخص أو اثنين أو ثلاثة ربما في حدها الأقصى. وبالتالي هذه الجماعات، هي كنت تسألين عن الانتحاريين، نعم هم كلهم مشروع انتحاري، لم يعد بإمكانهم إرسال الجرافات المفخخة وإرسال السيارات. نعم هناك سيارات مفخخة جاهزة في الموصل القديمة، لربما السيناريو الذي قد يفاجئ وهو في الميدان هو معتمد على المفاجآت، كما هي حرب العصابات المعروفة، وعنصر المفاجأة هو عنصر أساسي في أي حرب. وبالتالي عمدة الحرب حرب داعش هو الانتحار، وبالتالي كل ما هو داعش في داخل الموصل القديمة هو مشروع انتحاري. فما بالك إذا كان يتخذ من هذه العائلات من النسوة من الأطفال كدروع بشرية، وحين يحاولون فتح أي ثغرة شو؟ نعم طيب. وحين سلمى نحن نفهم نعم. الآن أن لا نحن سنضطر للمغادرة الآن من هنا. نعم طيب سلمى، القوات الأمنية على ما يبدو. نعم سلمى الحاج وعبد الله بدران، شكرا جزيلا لكما. إذا سنعود بعد قليل أو خلال يعني الساعات المقبلة لنرصد أجواء هذه المعركة. الزملاء يتبعون تعليمات القوات الأمنية العراقية، لأن كما يعني تشاهدون المعركة فعلا عنيفة، خصوصا أن كان هناك إعلان رسمي عراقي بالأمس من قبل القياديين في هذه المعركة بأن الساعات القليلة قد تحسم معركة كبيرة في الموصل، مع ما لديها من أهمية ورمزية لهذه المدينة منذ أن احتلها داعش إلى اليوم. الآن سنتابع الظهيرة مشاهدينا وننتقل إلى خبر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأييده موقف قطر بشأن قائمة مطالب طرحتها الدول العربية التي أعلنت مقاطعتها للدوحة. أردوغان أشار إلى أن طلب سحب الجنود الأتراك من قطر يمثل عدم احترام لتركيا. إننا نقدر ونوافق على موقف قطر من قائمة 13 مطلبا، ونرى أن هذا النهج المتمثل بالمطالب 13 ضد القانون الدولي، لأنه لا يمكن مهاجمة دولة أو التدخل في استقلالية بلد بحسب القانون الدولي. إذا أرادت السعودية أن يكون لدينا قاعدة هناك فمن الممكن اتخاذ خطوة باتجاه ذلك. لقد قدمت هذا العرض للملك وقالوا إنهم سينظرون في ذلك، لم يعودوا إلينا منذ ذلك اليوم. على الرغم من أنهم لم يعودوا إلينا بعد بشأن ذلك، فإن طلبهم أن تسحب تركيا قواتها من قطر فيه عدم احترام لتركيا. قال زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي إن بلاده تسعى إلى احتواء الفتنة في منطقة الخليج. وفي خطبة عيد الفطر لفت المهدي لأنه فيما يتعلق بأزمة الخليج سيجد التحرك مع قوى عربية وأفريقية وإسلامية لاحتواء ما وصفها بالفتنة لمصلحة السودان ومصلحة الأمة العربية، وذلك وفق منطلق الموقف المستقل غير المشوب بعلاقة خاصة وفق ما قال. ردود الفعل على شبكات التواصل ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة تتواصل إزاء الأزمة الخليجية. فاطمة قاسم. أهلا بكم. جولة على بعض الصحف العربية ومواقع التواصل والقنوات التلفزيونية لنقل ردود الفعل على تطورات النزاع الخليجي. البداية من صفحات الراية القطرية، حيث نفى سفير قطر في ألمانيا أن تكون بلاده تتعامل مع الإخوان المسلمين وحماس إلا عندما كانوا في السلطة. كذلك قال قطر لم تدعم أبدا أي جماعات متطرفة.
الخليج الإماراتية عنونت أن أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أكد أن الدبلوماسية تمثل أولوية لحل الأزمة مع قطر والبديل الفرق، والصورة تدل على اتجاه الدوحة نحو العزلة. قناة أبوظبي أشارت إلى أن قطر لا تبحث عن حلول للأزمة عبر تسريب المطالب. قطر ما زالت تكابر وتراوغ وتتهرب من مواجهة أزمتها بشجاعة ومسؤولية، بعيدا عن اللعب بالألفاظ والمصطلحات وخلط الأوراق التي باتت اللغة المفضلة لصناع القرار القطري وإعلامه المأزوم. في عناوين صحيفة اليوم السابع المصرية، تميم سارق الفرح: الأسر الخليجية تدفع ثمن عناد أمير الإرهاب واختياره المقاطعة العربية مقابل الحضن الإيراني، غياب الاحتفالات في الدوحة بعد 3 أسابيع من الأزمة وخسائر الاقتصاد تسجل أرقاما قياسية. الجزيرة القطرية رأت أن الدول العربية لا تحب الإعلام وترهب الديمقراطية لأنها نقيض نظامها السياسي. لكن إمام الحرم المكي يخاف إرهابا آخر يستنزل عليه العذاب. اللهم اكفنا شرور الإرهابيين ومن دعمهم ومولهم. الإرهاب بالنسبة إلى الخليجيين هو أن لا تعود مشاهد الربيع العربي بمثل ما جرى في تونس، وأن لا تعود الكاميرات بمشهد كمشهد مبارك المعزول، وأن لا تعود بمشهد الرئيس مرسي رئيسا لمصر. فالدول الخليجية ترهب الديمقراطية لأنها نقيض نظامها السياسي، ولا تحب الحديث عن حقوق الإنسان، ولا تحب الإعلام الحر. على تويتر الكويت نيوز وبصورة جامعة لزعماء الدول تمنت وحدة الخليج لمناسبة عيد الفطر. القطريون دعموا دولتهم تحت هاشتاغ عيدنا في قطر، مثل جابر بن ناصر الذي قال إنه لن يسافر ووطنه تحت الحصار. لكن محمد الكتبي غرد قائلا: إن بعض الخليجيين الإخوانجية ولاؤهم لأردوغان وتركيا أكثر من دولته وقيادته، هم أتراك أكثر من الأتراك أنفسهم. إلى بريطانيا، حيث أدت عملية دهس استهدفت حشدا من المحتفلين بعيد الفطر قرب أحد المعاهد التعليمية في مدينة نيوكاسل شمال شرق بريطانيا، أدت إلى جرح 6 أشخاص بينهم أطفال. بيان للشرطة أشار اعتقال منفذة عملية الدهس التي لا علاقة لها بالإرهاب وفق البيان. ومن العاصمة البريطانية لندن ينضم إلينا مراسل الميادين موسى سرور. موسى، ماذا في التفاصيل هذه العملية، وهل تشبه أيضا العملية التي حصلت في الجامع منذ أسبوع تقريبا؟ نعم، يعني هذه ربما تكون المرة الثانية التي تحصل عملية الدهس خلال أسبوع. بحسب شهود العيان، أن امرأة كانت تقود سيارة كانت متوقفة في أحد المواقف القريبة من المركز الإسلامي، ثم أقدمت بسرعة على تجمع للمسلمين أثناء خروجهم من أداء صلاة عيد الفطر، وأدى ذلك إلى جرح 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال، أحدهم أحد الأطفال في وضع حرج. تم نقل هؤلاء الجرحى إلى مستشفيات مدينة نيوكاسل. يعني حسب شهود العيان أنهم يعني وصفوا الأمر بأنه عمل إرهابي، لكن الشرطة البريطانية استبعدت فرضية الإرهاب، وحتى أحد نواب الممثل يعني أحد نواب حزب العمال في مدينة نيوكاسل الذي زار المركز الإسلامي في الصباح وقال أن حادثة مرور أفسدت أجواء الحب والمودة التي كانت تسود أجواء العيد الفطر. فرضية الإرهاب لا تزال مستبعدة في هذا في حادثة نيوكاسل، ولكن ننتظر المزيد من المعلومات والتفاصيل التي ستعلن عنها الشرطة البريطانية في وقت لاحق. شكرا موسى سرور مراسل ميادين، كنت معنا من لندن. بعد إعلان وسائل الإعلام السعودية اعتقال 3 إيرانيين بتهمة تنفيذهم نشاطات ضد الأمن القومي السعودي وعلاقتهم بالعمل الإرهابي الأخير في مكة المكرمة، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي إن هذه مجرد شيطنة خبرية خرقاء لا واقع لها، مؤكدا أن الهدف منها تضليل الرأي العام وإخفاء أزمة السلطات السعودية والخلافات بين كبار المسؤولين فيها. كلام بروجردي أتى لوكالة الأنباء الطالبية.
في باكستان قتل أكثر من 130 شخصا باحتراق صهريج نفط في باكستان، ووفق مصادر حكومية فإن احتراق الصهريج أدى أيضا إلى إصابة أكثر من 100 آخرين. وسائل إعلام محلية نقلت عن شهود عيان بأن بعض الأشخاص كانوا يدخنون السجائر في مكان الحادث، ما أدى إلى نشوب هذا الحريق الهائل الذي طاولت نيرانه عشرات المركبات. أدى نحو 90,000 مصل صلاة عيد الفطر السعيد في المسجد الأقصى المبارك، وتوافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى المسجد لتأدية صلاة العيد. وفي الضفة الغربية أقيمت صلاة العيد في مسجد التشريفات في رام الله في الضفة الغربية، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحشد من الشخصيات والمؤمنين. أقول لشعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية كل عام وأنتم بخير أولا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية وشعبنا بالخير واليمن والبركة، وأن يكون العيد القادم هو تحرير القدس إن شاء الله. ونقول لأمتنا العربية نحن جزء منكم ونحن معكم، ونتمنى دائما وأبدا أن تتوحد هذه الأمة على قلب رجل واحد، وخاصة من أجل أن تقف وراء الشعب الفلسطيني. دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الأشقاء العرب إلى نبذ الخلافات وعدم الخلط بين المقاومة والتطرف. وخلال خطبة العيد في غزة وجه الحية الشكر إلى مصر على جهودها للتخفيف من الحصار على قطاع غزة، مطالبا إياها بالعمل على كسر الحصار، ومؤكدا أن من ما بين يدي القسام قادر على تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية. غزة اليوم فرحة مسرورة بهذه البوابات التي ستفتح، ونحن مطمئنون بإذن الله أن وعد إخواننا في مصر بألا يبقوا غزة تحت الحصار الظالم. وفي بغداد احتفل العراقيون باليوم الأول من عيد الفطر وسط إجراءات أمنية وحراسات مشددة من أجل سلامة المواطنين. الاحتفال بالعيد لم ينسي العراقيين معارك الموصل التي بقيت حاضرة في أذهانهم، وجاءت صلواتهم رغبة في القضاء على الإرهاب على نحو نهائي وعودة الأمن والأمان. أسأل الله تعالى أن يكون هذا اليوم والذي هو عيد الفطر يوم أمن وأمان على العراق والعراقيين، وأسأل الله تعالى أن يرجعون أهلنا في الموصل إلى ديارهم سالمين. أسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ من يقاتلون داعش، أسأل الله أن يحفظ من يقاتل الإرهاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد المهجرين. إلى ذلك تحتفل معظم الدول العربية والإسلامية اليوم بأول أيام عيد الفطر السعيد باستثناء إيران والمغرب وسلطنة عمان التي أعلنت أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان. وفي الحرم المكي أقيمت صلاة العيد بحضور الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، فيما ركزت خطب العيد على وحدة الأمة الإسلامية وروح مكافحة التطرف والإرهاب. وفي مصر أحيا المصريون العيد في أول أيامه وساعاته المبكرة مجتمعين في ساحات العاصمة القاهرة، وبعد إقامة الصلوات اجتمع الأهالي رجالا ونساء وأطفالا وشيوخ للاحتفال بالعيد متمسكين بفرحته على الرغم من سيطرة هواجس الأمن والاقتصاد وباقي الهموم المعيشية عليه. ربنا يبعد عنا الإرهاب ومصر بعيد عن الإرهاب، وإن شاء الله هتبقى محفوظة. والله أتمنى العيد الجاي يجي والناس إصبع واحدة، ما نريد لا مشاكل ولا ثورات ولا قتل ولا طائفية. بالنسبة لمصر أتمنى أن هي أنها تبقى أحسن من كده، بالنسبة للشباب بالنسبة للاقتصاد يبقى أعلى من كده بكتير، العائد بتاعنا يبقى أحسن من كده. أنا بتمنى مصر يكون وضعها كمني مدرس يعني في التعليم يكون أحسن وفي كل مجالات طبعا، وبتمنى أن الوطن العربي كله يبقى إيد واحدة مع بعض والمشاكل اللي ما بين الدول العربية كلها تتحل يعني. والآن نعيد التذكير بعناوين الظاهرة.
الأسد يؤدي صلاة العيد في حماة، ومدير أوقاف المدينة يرى في ذلك إشارة وبشارة على قرب انتصار سوريا. الجيش السوري يصد هجوما للنصرة في ريف القنيطرة وإصابة مدنيين بغارة إسرائيلية في المنطقة. القوات العراقية تفتح الجبهة الجنوبية في الموصل القديمة برتلين عسكريين وتخوض معارك عنيفة مع فلول داعش. أردوغان يرفض سحب قواته من قطر ويعتبر الدعوات السعودية لإغلاق القاعدة العسكرية التركية قلة احترام لأنقرة. جرح 6 أشخاص بينهم أطفال في عملية دهس استهدفت مصلين في نيوكاسل في بريطانيا. دول عربية وإسلامية عدة تحتفل بأول أيام عيد الفطر السعيد. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع المدينة على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.